استشهد الشاب حمزة نعمان زمعرة 19 عاما من سكان بلدة حلحول شمال مدينة الخليل المحتلة بنيران رجل أمن تابع لقوات الاحتلال، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن بالقرب من مستوطنة كارميتسور الواقعة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل. وقد احتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد ورفضت حتى اللحظة تسليمه لذويه. شفتهم يعملوا أكثر من عملوا، فيش في قلبهم رحمة ولا في عندهم جنس الرحمة، ظالمين ظالمين. جريحا ثم أسيرا ثم شهيدا، هكذا أمضى الشهيد حمزة حياته. فرغم أنه لم يتجاوز 19 من عمره، إلا أنه تعرض للإصابة بنيران الاحتلال وهو ابن 16 عاما، وأمضى 14 شهرا في سجون الاحتلال ليستشهد اليوم بعد عناقه الحرية بعام. حمزة استشهد وخلاص، مش اشي احكي. شو بدي اقول؟ الصبح قال لي يما بدي اصلي، قلت له ما اذنش. قال لي بدي اصلي قيام الليل لو ما اذن بروح على المسجد. سمعت صوت السيارة طلعت، ضحكت واجري ادور على امي. وقت على التلفزيون استشهاد شاب، هذا اللي بعرفه بس. ظلم الاحتلال لم يقتصر على اغتيال حمزة، ففور انتهائهم من جريمتهم جنود الاحتلال داهموا منزل عائلة الشهيد واعتقلوا والده. الوالد لم يسمح له بالتعرف على جثمان ابنه إلا من خلال صورة على هاتف المحقق. بعد تقريبا بساعات قليلة دخلوا الجيش على البيت هون وسووا برا بلبلة وصاروا يطخوا بالهواء طخ حي، دخلوا على البيت هون يعني بشكل بصورة سيئة يعني، وبعثوا في محتويات البيت صاروا يطلبوا في أبو الشهيد وأخو الشهيد بدهم إياهم. أبو الشهيد أخذوه على منطقة كارميتسور اللي بتواجد فيها قوات الاحتلال، وطالبوا إنه يجيبوا أخوه محمد على منطقة كارميتسور كمان، وأخوه الثاني اللي هو إبراهيم يجوهم على كارميتسور. ما بندري شو بدهم فيهم، يمكن تحقيق ميداني يروحوهم، يمكن يعتقلوهم، وإن شاء الله الله بفك أزر أمره، الله يرحم الشهيد إن شاء الله. وقد أصيب 29 مواطنا بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز في مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة عقب اقتحام قوات كبيرة من جنود الاحتلال منزل الشهيد حمزة لاعتقال والده. من مدينة الخليل المحتلة، آية الخطيب، رؤيا.